كان لوجود الإخفاقات المتكررة وعدم الجدية في العمل وكثرة الوعود دون تنفيذها سبباً في انعدام ثقة المواطن بالمسؤول، مما جعله يطالب بقرب المسؤول منه والاطلاع على معاناته. والمسؤول هناك إخفاقات لدى المسؤولين، نحن نراها، يعني ليست جدية في العمل، يعني نحن نريد جدية في العمل من المسؤول، تلاحم ما بين المسؤول والمواطن، هذا اللي نريده، تلاحم يصنع الثقة. ولم نجد أن صاغية لطلبات أهل الضلوعية التي تستحق المزيد والمزيد والمزيد. المسؤولون في مدينة الضلوعية وحسب رأيهم أكدوا أن فشل الإدارة من قبل البعض وسوء التخطيط وإهمال شريحة الفقراء كان لها الدور البارز في انعدام هذه الثقة. كثير من المسؤولين، خل أحكي بصراحة، أنه هنالك سوء إدارة وسوء عمل و عدم إنصاف بالمعاملة وعدم إنصاف بالشريحة الاجتماعية، هنالك تفاوت بين شريحة وشريحة. كثرة الوعود وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين كلها عوامل أدت إلى عدم ثقة المواطن بالمسؤول. من الضلوعية ليسا مرة، علي البلداوي.